خلونا كمان نرحب بقوة وبشدة بكاتبتنا الأستاذة سماح أبو بكر عزت. أهلا 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 أهلا. أهلا يا أستاذ يوسف، ربنا إزيك يا فندم؟ إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله بخير. دكتور خالد عامل إيه؟ أنا شفته منور النهاردة. الله يخلي حضرتك، ربنا يخليك. يا رب يخليك يا دكتور سماح. أستاذ سماح، يعني النهاردة أظن انه كل اللي كتبتيه وكل اللي حاولتي تساهمي بيه ما خلاش انه يجي على بالك على الاطلاق ان النهارده في خالص والله، خالص والله يا استاذ يوسف، انا ما جاش في بالي خالص ان يعني انه ممكن النهارده ابقى من ضمن المكرمات الحقيقه، خالص يعني بعيد عن ذهني تماما، وبالعكس انا سعيده باللي بعمله وشايفه انه انا ده واجبي ودي رسالتي، ف يعني تسريبي اساسا ان انا اكون سفيره الحياه كريمه للاطفال، ده في حد ذاته تكريم، يعني انه انا يبقى في ثقه فيا ان انا اللي اطلع الصعيد واطلع الملاوي وقريه المعصره ودير مواس والغربيه نهطاي وكل هذه الكرة اللي فيها اهلنا هناك، اني اروح اقعد مع الاطفال وانا اكلمهم، دي في حد ذاتها بالنسبه لي انا تكريم كبير، فانه كمان فخامه الرئيس يكرمني النهارده يعني على الحاجات البسيطه اللي انا بعملها، فده تسليف وتقدير كبير ارجو ان انا استحقه. لا بإذن الله دايما تستحقيها يا أستاذ سماح. طب ساعات كتير الواحد لما يحصل حاجة زي كده أظن بتحسي بمسؤولية، يعني اللي هو إيه جداً الله جداً. ده كمان تكريم، طب هنعمل إيه للبلد دي بعد ما البلد كرمتنا، هنعمل إيه تاني؟ صحيح، هو فعلا تشريف ومسؤولية إنه أنا يعني طب أقدر أقدم إيه أكتر، اقدر اعمل ايه اكتر للاطفال، لان انا عارفه انه يعني الاطفال دلوقتي على يعني على اولويات اهتمام القياده السياسيه، ده حقيقي. صحيح. وانا شايفه ده بعينيا، يعني مش كلاما، انا بشوف لما بروح فرحه الاطفال يا استاذ يوسف بانجازات حياه كريمه لا توصف، يعني انا بدخل عليهم اقول لهم عملت ايه حياه كريمه واسست، تلاقي تدافع من الولاد والبنات، عملت لنا سقف، عملت لنا مدرستنا، جابت لنا صنف مدارس، وبطنت الولاد حتى بيقولوا لي اصطلاحات، يعني حضرتك تستغرب لما طفل يقول لك بطنت الترع، فاهم؟ فاهم يعني ايه بطنت الترع؟ فاهم يعني ايه انه الارض حصل فيها مش عارف ايه والارض كانت حاطه وحياه كريمه سفلتت الشوارع وعملت لنا طاقه شمسيه، بتقولوا اصطلاحات يعني الاطفال مدلسة. الصغيرين دول شايفين لمسين حاسين بده جدا جدا، حاسين ان حياتهم اتغيرت، حاسين بفرحه. انا لسه كنت في نهطاي في الغربيه في مجمع مدارس نموذجي، المدارس حتى الولاد التحت زي ما بيقولوا لو وقع عليها حاجه يشيلوها بالمنديل، دي بتاعتهم بيحافظ عليها بقى، دي بتاعتي. طبعا انا قلت لهم الحاجات دي بتاعتكم، احنا مهما استفدنا بيها انتم هتستفيدوا بيها، تحافظوا عليها لنفسكم قبل ما تحافظوا عليها للبلد، لان انت المدرسه دي انت اللي بكره ممكن تبقى مدرس فيها، والمستشفى دي او العياده دي انت اللي ممكن تبقى دكتور فيها، فتحافظ عليها عشان لما يوم ما تبقى دكتور تلاقي المكان يستحق، يعني انت تستحق وهو يستحقك، فالولاد بتقتنع بالكلام وبتستجيب. صحيح والله يا دكتور، يا استاذ سماح الف الف مبروك اولا، والمسؤوليه عماله بتكبر وبتتقل، واشكرك جدا، والنبي سلم لنا على دكتور خالد صديقي العزيز الحبيب، يعني ربنا يخلي حضرتك استاذ سماح. كل الشكر للكاتبه الاستاذه سماح ابو بكر عزت.